الله أكبر. السلام عليكم. قلت في أحمد كنيسكم كيف سماحية المتفرد عن الخلائق والسردنا والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم إنهم عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إيمائك، تواصيهم بيدك، فاغفر لنا ولهم. اللهم إنهم قد نزلوا بك وأنت خير منزول بها، فقيرون إلى رحمتك وأنت غني عن عذابنا. اللهم فأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، ولا تبتليهم في قبورهم بما لا طاقة بهم يا أرحم الراحمين. اللهم جاف الأرض عن جنودهم، وافتح أبواب السماء لروحهم، وتقبل الأمة لوقفة من ثامنة ونجزكم خير ما عشر أقدامكم بالحسنات، اكتسبوها لوجه الله تعالى. أن هذا أمتي يسرين وبثناء وقعدتم تعبكم في سبيل الله، تعبكم في سبيل الله، وصلى الله مأجورين عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفو عنا وعافينا. السيد السادة اللي جاونا ضيوفنا من كل مكان على رأس السيد وزير الداخلية، جزاكم الله خير، لأنه هو راه قاعد هنا وزير الداخلية والسادة الوزراء قاعدين لأجل فرض حضروا الجنازة، أما عملهم ووظيفتهم كانت البارحة. الله يجزيكم خير. وربي يجزيكم خير. الله 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 يجزيكم خير. في المكان هذه هي الأجواء، أجواء المهيبة هنا، غيب تبكي موتاها، غيب تبكي موتاها الذي قد أمس في جاره زهور.
ربما كان له وقفه على هذه الجنازة المهيبة المهيبة مهابة هذا الجمع الحاشد والغفير. الوزير